اول حاجه بغينا الامن يجي يدخل بصرامه، لان جو الامن لهنايا الامن الوطني وداوها وسمعنا بانه داوها لبنو الحسن، نقاوها وغسلوا لها ورصاوها وعطاوها تاكل وفتالي قالوا لا سيري بحالاتك. واش بحال هاد الحالات يقولوا لنا سيري بحالاتك؟ معايك جويه الربعة ونص الخمسة الصباح حتى تنسمعوا الهضره الخايبه الطايحه وتنسمعوا الكلام ساقط، علاش؟ بانها ضربات شي واحد كانت غادي تقتلو هنايا. الشهاده لله الحق، هاد البنيته ضايعه هنايا، كيجيو يتكرفصوا عليها السيروره في الليل، كنكونوا حنا في ديورنا ناعسين، البنت كتعز علينا لان البنت باقا صغيره فيها البراءه فوق البراءه، ما كدابز ما كتسرق ما كتعدى على ديور لا والو، ولكن البنت بحال هكا شابه وبنت باينه بنت عائله وقاريه، ماشي ما قاريه، راها قاريه كتهضر بالفرنسيه كتهضر بالادب. الصراحه هي واش تبقى هكا ناعسه في الارض؟ حرام. يعني الدوله ديالنا تعاود تنظر لهاد الناس مساكن اللي هكا متشردين، لان في الليل حنا كندخلوا لديورنا كنعسوا، كنعسوا حدا وليداتنا، هي كيجيو لها السريره شي كيبغي يغتصبها، شي كي الا عندها فلوس كيبغيو يديوها لها، زعما حرام. وبغيت كنتمنى هاد البنت ما تمشيش لواحد البلاصه يدخلها الدوله ديالنا، تدخلها لواحد البيت وتسد عليها، تعالج تغسل تحاور معاها. دابا المشكل فين هو؟ هو ان دابا كتكون نورمال واحد الوقت، واش كتستعمل شي مخدرات ولا شي حاجه كتولي هنايا خطر على السكينه، فهمتيني؟ الناس راه كيتشكاو هنايا، ما كتضرب كتغوات، فهمتيني؟ ماشي حاله طبيعيه، ملي كتكون في حاله طبيعيه كي كتشوفوها دابا، واحد الوقت كتولي هايجه صافي دير المخدرات ولا شي حاجه. حنايا كنزدو بهاد المساله، كنخافو مناش كنخافو؟ كنخافو النهار اللي غادي يوقع لها شي مشكل كلشي هاد السكينه غادي تبقى يجرجروا فينا، فهمتيني؟ هادشي حنا اللي كنعاي، السلطات راه معلومه خاصها تجي تقوم بالواجب. هو السبب باش جيتي لهنا؟ شنو قال لك؟ لا بلاصه لا 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 هذه القمه اللي كتجلس انت تلقى ديالكم فين؟ هنايا. ها؟ هنايا. هنا. هاك هاك هاي البريك، هاي البريك هاي.